ضمائر النصب المنفصلة وإعرابها. لي، لدي بعض الاستفسارات بشأن تعديلات وإضافات أود القيام بها على إحدى الدروس التي أحضرها، وبالطبع لن يكون هنالك أحد أفضل من الخوارزمي لأسأله وأخذ برأيه. وماذا يحتاج أبو الحلول من الخوارزمي هذه المرة يا ترى؟ تعال وألقي نظرة، أود أن أجعل عنوان الدرس يظهر تلقائيا عندما أبدأ عرض الشرائح. ما هو العنوان؟ ضمائر النصب المنفصلة. وما هي ضمائر النصب المنفصلة؟ سأشرح لك ذلك من محتوى الشرائح بينما نتأكد من خلوها من الأخطاء. الضمائر المنفصلة هي عبارة عن أسماء تأتي منفصلة تحل محل الاسم الظاهر وتغني عن ذكره، تقسم إلى ضمائر النصب المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة. وفي هذا الدرس أقوم بالتركيز على ضمائر النصب المنفصلة، وهي أسماء تأتي منفصلة ولا تتصل بغيرها، تبدأ كلها بإيا وتضاف إليها حروف مناسبة حسب دلالاتها. وقد سميت هذه الضمائر بضمائر النصب لأنها تقع دائما في محل نصب مفعول به. ماذا تقصد بدلالة الضمير والحروف المناسبة التي يجب أن تضاف؟ انتقل إلى الشريحة التالية وستجد الأجوبة. لقد صممت هذا المخطط خصيصا ليسهل فهم ما سألت عنه لتوك. كما ترى، الضمائر مقسومة إلى ثلاث مجموعات، وهي أولا للمخاطب تشمل إياك للمفرد المذكر، إياك للمفرد المؤنث، إياكما للمثنى، إياكم لجمع المذكر، وإياكن لجمع المؤنث. ثانيا للغائب، وتشمل إياه وإياها للمفرد، إياهما للمثنى، إياهم وإياهن للجمع. ثالثا للمتكلم، وهي تشمل فقط إياي وإيانا. رائع، فهذا مخطط يسهل عملية الشرح بشكل كبير. من المؤكد أن الشريحة التالية ستكون عن الإعراب، صحيح؟ بالطبع، هل يمكن أن أغفل عن الإعراب في دروسي؟ مثلا في جملة يحترم الطلاب المعلمة، فإن كلمة المعلمة هي مفعول به منصوب، وعندما نستخدم ضمائر النصب المنفصلة تصبح الجملة إياها يحترم الطلاب. كما تلاحظ، حل ضمير النصب المنفصل للغائب إياها محل كلمة المعلمة، لذا فهو يعرب ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وذكرت كلمة مقدم لأنه تم تقديم المفعول به على الفعل. رائع، هل يمكن أن تعطيني مثالا على ضمائر النصب المنفصلة للمتكلم؟ بكل تأكيد، في الجملة التالية طلبني المدير من الممكن استبدال الياء المتصلة بالفعل، والتي هي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، بالضمير المنفصل للمتكلم إياي، لتصبح الجملة إياي طلب المدير، حيث تعرب إياي على أنها ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. رائع جدا، سأحاول أن أفكر بمثال لضمير منفصل للمخاطب. وجدته، مثلا أستطيع القول أناديك يا أبا الحلول، يحل الضمير المنفصل المخاطب إياك محل الكاف، فتتحول الجملة إلى إياك أنادي يا أبا الحلول. وهنا أيضا يتم إعراب الضمير إياك، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. أحسنت، أنت سريع البديهة وذكي يا ليث. إن دروسك هذه في غاية الروعة يا أبا الحلول، أعتقد أنك ستفوق شهرة الخوارزمي العظيم بسرعة. هذا احتمال وارد الحدوث. التلخيص: الضمائر المنفصلة أسماء تأتي منفصلة تحل محل الاسم الظاهر وتغني عن ذكره، تقسم إلى ضمائر نصب، ضمائر رفع.
ضمائر النصب المنفصلة تبدأ بإيا وتضاف حسب دلالتها الحروف المناسبة كما يلي: للمخاطب إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، للغائب إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، للمتكلم إيايا، إيانا. الإعراب ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به.